أولا حدثنا على تنظيم قطر لبطولة العالم للجودو. بالنسبة للتنظيم، احنا اليوم في وسط التباري النهار الرابع، وتنظيم مستوى عالي. هو كتاب تحملات ديال الاتحاد الدولي، صعيب شوية وفيه واحد الخصوصيات، ولكن كل شيء متوفر في طوحة هنا في بطولات العالم. وبرأي اللجنة المنظمة ديال الاتحاد الدولي، هذه أحسن بطولة عالم تنظمت إلى حد اليوم بالنسبة للاتحاد الدولي في رياضة الجودو. الإمكانيات متوفرة، تنظيم محكم، الأطقم التقنية في جميع التخصصات الرياضية موجودة. واليوم نقدر نقول ان هذه احسن دوره البطولات العالم في رياضه الجودو تقامت في العشر سنوات الاخيره. منافسات كبيره، ابطال العالم موجودين، اوائل الترتيب العالم. هو احنا في سنه قبل من اولمبياد باريس 24، هاد بطوله العالم تجمع تقريبا جل الابطال اللي كانوا في البوديوم ديال طوكيو 2020، واحد عدد الابطال اللي كانوا في البوديومات ديال بطوله العالم 2021 و2022، وكاملين تيحاولوا ياخذوا اكثر عدد النقط للتاهل الاولمبياد 2024، لان النقط في هذه بطوله العالم تتحسم بشكل واحد المقدار كبير تاهل بطوله العالم الاولمبياد 24. لان في الجودو التاهل تيكون على حسب الرانكينج ليست، وتيمشيو 16 الاوائل هما اللي تختاروا باش يلعبوا في الالعاب الاولمبيه. والتباري كبير، التباري كبير، وتنظن بان الابطال اللي شاركوا اليوم في ضحى عدد كبير منهم اللي غنشوفوا في البوديوم ديال باريس 24. التواجد العربي، البعض يقول انه الجودو العربي يمر بفتره صعبه، تراجع كبير، هل توافقهم الراي؟ ما تراجع، لا، ما انتم شفتوا العدد ديال البلدان اللي تتبارى واللي عندها تاريخ وابطال في رياضه الجودو. اليوم كاين 99 بلد، وهاد البلدان عندهم ابطال اللي في الرانكينج ليست في العشره الاوائل 20 اوائل. البطوله بما يخص المشاركه العربيه تتبقى متوسطه، لا في العدد ولا في النتائج. حتى النهار الثالث عندنا تقريبا احسن نتائج ديال بالنسبه للعرب، هما جوج ربع نهائيات وثمن نهائي بالنسبه للسيدات. كان هاد ربع نهائيات كان خاص مقابله ولا جوج يكونوا في البوديوم. ونتمنوا في الثلاث ايام الماجيه يكونوا بعض الابطال اللي يقدروا يوصلوا للمرابط الربع نهائي ونصف نهائي، وعلاش لا باش يطلعوا للبوديوم. ولكن التباري راه هذه بحال فيرجن ديال ديال الالعاب الاولمبيه 24. يعني اهم بالنسبه ليك لحد الان هو الفوز بعدد النقاط اللي تساعدني في التواجد في الاولمبياد. لا، احنا ما كرهناش يكونوا الابطال العرب في البوديوم، لان بوديوم دولي مهم بالنسبه لهاد الابطال. ولكن المشاركه والنتيجه في المشاركه مهمه، اي دور تخطاه البطل تعطيه واحد العدد ديال النقاط اللي غيمكنوه يحسن الترتيب ديالو الدولي، ويضمن واحد على حسب واحد المقدار ديال التاهل الالعاب الاولمبيه 24. الابطال اللي وصلوا ربع النهائي خد واحد عدد نقاط كبار اللي غتمكنهم باش يكونوا في الترتيب الدولي في مراكز متقدمه، اللي تسهل عليهم بالنسبه للسنه اللي باقيه على الالعاب الاولمبيه، تسهل عليهم تاهل الاولمبياد.